الله والله يفرج على السوريين. نحن قمنا في توزيع الحلوى على المسلمين بهذا الخبر المفرح، وإن شاء الله أبي الحسن زميرة وبشار الأسد. نحن في أهل الأتارب سمعنا هذا الخبر، على الأساس قمنا بتوزيع الحلو، ونحن دائما سباقين في هذا الأمر، ونحن منريد من كل الشمال السوري يقوموا بهذه العملية. يلا عقبال بشار، يلا عقبال بشار.